من ذكر الله تعالى وقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما أصبحنا أقبل الناس يعودونه ويسلمون عليه فيرد عليهم وهو يقول سلوني قبل أن تفقدوني. قال الإمام الحسن فقلت سلوه قبل أن تفقدوه وخففوا سؤالكم عنه. فما زالوا يسألونه عما يريدون وهو عليه السلام يجيبهم ويعلمهم كثيرا من الأحكام ويبين لهم من مسائل أصول الدين والإسلام. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فعلى مثل أمير المؤمنين فليبكي الباكون ولينذب الناذبون ويضج الضاجون. والفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.